قضية رقم 1721. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم طوقي عبد العال محمد بالسجن 5 أعوام مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. محكمة! أستاذ شعبان! أستاذ شعبان! ضحك علي! ضحك علي! حسبي الله! حسبي الله ونعم الوكيل! حسبي الله! أستاذ شعبان! أستاذ شعبان! أفهم؟ أنا مش هقولك ضميرك راح فين، لأني متأكدة إن ما عندكش ضمير، بس أوعدك بقى إني مش هسيبك. أنت بتهدديني؟ روح العبي بعيد يا شاطر. مسيس سلام، أنا آسف جدا لمصير أبوكي، بس للأسف هو اللي ضيع نفسه بنفسه. كان تحت إيدي مستندات مهمة أوي وخطيرة، لو كان رضي يديني صورة منها كان زمان الوضع اختلف، كان زمانهم هما اللي جوه وهو اللي بره. طب المستندات دي فين؟ يمكن تفيدنا في الاستئناف. للأسف خدها مدير عامل فرع وطبعا خفاها، وكل الأخطاء اللي كانت ضده حملها لأبوكي. طب أبوك لو وصلت لأي حاجة ممكن تساعد بيها بابا اتصل بيا. أكيد أكيد يا أنسة سهام، بعد إذنك. شدي حالك يا سهام، ما تلوميش على المحامي. عارف للأسف بابا ندم، بس بعد فوات الأول كان فاكر انهم هينقذوه، وياما نصح ماما. ربنا يلطف بيه بقى. سهام أرجوكي، مش عايز أقولك اعتبريني أخوكي، لا اعتبريني أبوكي. كل اللي هتطلبيه هيكون عندك في لحظتها. أيوه، لأن الأخت ممكن تتكسف تطلب من أخوها، لكن لا يمكن أبدا تتكسف تطلب من أبوها وجوزها. شكرا على شهادتك يا هرمان.